بسم الله الرحمن الرحيم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد باللقاء بكم مرة أخرى في هذه الندوة الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي. وكما جرت العادة نبدأ بالبلاغ الصحفي. انعقدت يومه الخميس 14 من ذي القعدة 1445 الموافق ل 23 ماي 2024 اجتماع أو مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي. وفي بداية أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2/24/400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2/77/862 بتاريخ 25 من شوال 1397 9 أكتوبر 1977 بتطبيق بدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/77/399 الصادر في 25 من شوال 1397 9 أكتوبر 1977 قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تشجيع السياحة الثقافية بالمغرب التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها بالخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2/77/862 بتاريخ 25 من شوال 1397 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125 ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف هذه المدة. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2/24/395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي قدمه السيد شكيب بن موسى وزير التقنية والتعليم الأول والرياضة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل أو أحكام القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لا سيما المادة 38 منه والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش. وفي سياق الموائمة مع أحكام القانون رقم 0100 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وكذا انسجاما ومقتضيات المرسوم رقم 2/24/140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. كما يأتي هذا المشروع في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10/26/2023 الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 285723 الصادر في 7 شعبان 1407، 6 أبريل 1987، بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفية اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها لا سيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي. كما يتضمن هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز مع التنصيص على إحداث مجلس المركز وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه وانتخابهم وطريقة سيره والاختصاصات الموكولة إليه. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 224-396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 208-521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429، 18 ديسمبر 2008، في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم. قدمه أيضا السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المادة 38 منه كما يأتي في سياق المواءمة، ومقتضيات المرسوم رقم 224-140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطور هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 208-521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفية اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها لا سيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجالات البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز. ووصل مجلس الحكومة أشغال